من سب دين الله وهو غاضب هذا ليس عذرا. بعض الناس يعني تربى غلط واعتاد على سب الدين وسب الرسول وسب الرب والعياذ بالله، ويقول والله أنا تربيتها. مو صحيح هذا الكلام. سب الدين كفر، سب الله كفر، فلا يجوز هذا الأمر. لا يجوز إنسان يسب الدين ويقول أنا كنت غضبان. مو عذر، ما هو عذر أن تسب الدين وأنت غضبان، هذا كفر ورد عن دين الله تبارك وتعالى.